اهلا بكم. الضعف الجنسي له اسباب كتير يا جماعه، ولازم نربط بين الضعف الجنسي وبين الامراض. يعني من ضمن الاسباب المشهوره للضعف الجنسي السكر، لان السكر بيؤدي الى مشاكل للضعف الجنسي بثلاث ميكانيزمات مشهوره جدا. يعني بيأثر على الاوعيه الدمويه فاسكولوباثي، وبيأثر على الاعصاب نيوروباثي، وبيأثر على الحاله النفسيه. المريض السكر نفسه بيبقى عنده اعتقاد انه ممكن يجي له ضعف جنسي، فسايكوجينيك كمان، اعصاب شرايين ونفسيه. الضغط، الضغط ياثر على الضعف، بيعمل ضغط في جنسي، وادويه الضغط بعضها بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي. قرحه المعده ادويتها بتعمل مشاكل، القديمه الجديده الليس اكستند شويه. الاكتئاب بعض ادويته بتعمل، ارتفاع البرولاكتين بيؤثر وبيعمل ضعف جنسي. مشاكل الغده الدرقيه من ضمنها الدي اس، المرض المشهور جدا دلوقتي، التصلب المتناسل، ده من اول اعراضه الضعف الجنسي. الضعف الجنسي ممكن يحصل نتيجه حاله نفسيه، اعتقاد الانسان انه مذنب فيحصل له ضعف جنسي، في حالات العلاقات الغير قانونيه خارج نطاق الزواج، او ما يسمى بغلبه احساس الامومه او حاله احساس الابوه، فبيؤدي الى مشاكل. يعني يحس انه البنت دي اللي هو متجوزها قريبه بالشبه من بنته اللي توفت مثلا، فيحصل له ضعف جنسي. او شوف غلبه الامومه، ان الام مسيطره عليه فخايف من امه، زي ما اتعمل في فيلم نور الشريف بالشكل ده، عمله كويس جدا، عنده ميول دايما لكل حد شبه مامته. فحصل حالات نفسيه، لكن الحاجات العضويه حدث ولا حرج. جلطات، في امراض احداث جلطه في الجسم، او عندها فرصه جلطه في الجسم، حاله اسمها ليريش سندروم، حاله ليريش، جلطه بتيجي في الشريان المتفرع او انقسام الشرايين فتؤدي الى ضعف جنسي. هذا امر مهم جدا، الضعف الجنسي موضوع في منتهى الاهميه. النهارده هنتكلم عنه بالتفصيل، وهنتكلم على شكل علاجي مهم فيه بالتفصيل في حلقه مهمه جدا مع ضيفي العزيز، اسمه متميز واداء علمي متميز للغايه، الاستاذ الدكتور احمد عادل. اهلا بيك يا دكتور احمد. اهلا يا دكتور ايمن. عايز اتكلم على الضعف الجنسي في الاساليب العلاجيه وبرضه في تشخيص. احنا دايما بنقول جمله وانا بقصر دايما يذكرها، الضعف الجنسي مرض له حل. يمكن في ناس كتيره جدا نتيجه زي ما اتكلمنا في حلقات سابقه، نتيجة انها جربت المنشط مرة واثنين وثلاثة بدون استشارة طبيب، ومع الوقت ابتدى يفقد الفعالية بتاعته، وبتفتكر ان دي نقطة النهاية وان كده خلاص الموضوع انتهى، وبالتالي خلاص انا اسلم امري بقى كده وانا مفيش اي طريقة تانية. لا، النقطة اللي دايما بنأكد عليها، الضعف الجنسي مرض له حل، واللي خلاه لي حل تعدد وسائل علاجه. ويمكن احنا عندنا ثلاث طرق رئيسية لعلاج الضعف الجنسي، تبدأ بالعلاج الدوائي. والغلطة الكبرى انه ساعات المريض بيفتكر ان العلاج الدوائي هو مجرد انه ياخد حباية عند اللزوم، ودي اكبر غلطة، ده مش العلاج الدوائي المقصود ابدا. الخطوة الثانية، ويمكن ده موضوع حلقتنا النهاردة، هو الحقن الموضعي اللي بسميه العلاج القديم الجديد. واخيرا التداخلات الجراحية اللي هي زرع الدعامات اللي خلته مرض له حل فعلا. ده كله هيكون مبني زي ما حضرتك ذكرت على تشخيص، وهي دي الخطوة الأهم في الشغلانة بتاعتنا، مش أني أكتب روشتة، مش أني أقول له خد حقنة، ومش أني أعمله عملية. قبل ما ألجأ لأي حاجة من الحاجات دي، أنا مفروض أبقى أنا والمريض متفقين أن إحنا قدام وضعية معينة، درجة من درجات الضعف اللي قد تستوجب علاج دوائي فقط، أو لا حقن موضعي، أو تدخلات جراحية. فيبقى أن التشخيص هو الأهم. النهاردة إحنا خلي بالكم أن الحلقات يعني كل حلقه جزء معين، يعني هنتكلم النهارده على الحقن الموضعي. ما هو المقصود بالحقن الموضعي؟ اين موقعه من خريطه العلاج؟ السؤال ده في منتهى الاهميه. الحقن الموضعي ببساطه هو ان انا بحقن مباشره جوه العضو الذكري مواد منشطه بتساعد على تدفق الدم جواه، لان احنا زي ما احنا عارفين الانتصاب ده عباره عن وضعيه ضخ دم. فبالتالي الأدوية دي لما بتحقن مباشرة بداخل القضيب بتساعد على ضخ دم بشكل قوي ومباشر، يساعد على إتمام العملية الجنسية. الحقن الموضعي موقعه من علاجات الضعف الجنسي أنا بسميه القديم والجديد. ليه قديم وجديد؟ قبل عصر ظهور المنشطات الجنسية اللي بأواخر التسعينات، كانت هو ده العلاج الوحيد للضعف الجنسي الغير جراحي، لأن الجراحة هي طبعا زرع الدعامات، فبالتالي كان هو العلاج الوحيد. مع ظهور المنشطات تراجع دوره، لانه طبعا بقى اسهل بكتير انك تاخد حبايه انك تاخد حقنه. لكن لان احنا زي ما ذكرنا قبل كده عايشين حاليا في عصر بنسميه era of the poor responders، انه الناس فقدت التاثير بتاع المنشطات الجنسيه معاها،
فرجعنا تاني لموضوع الحقن الموضعي. وللأسف الشديد ويمكن ده ممكن نذكره بعد شوية أنه اتظلم. جملة شهيرة جدا بنسمعها من المرضى أول ما يذكر الحقن الموضعي، بلاش يا دكتور لو سمحت أنا سمعت أنه بيعمل تليف، بلاش يا دكتور لو سمحت مش معقول هدي نفسي حقن وشكشك روحي والكلام ده كله. وده يمكن راجع أن الناس محدش وضح لها بشكل كبير تقنية تكنيك الحقن، المواد دي بتستخدم ازاي وازاي ملهاش اي اثار جانبيه ولو فيه في اضيق الحدود. يبقى السؤال التقليدي التقنيه والاستخدام. تكنيك الحقن هو تكنيك بسيط جدا، يمكن احنا معانا صور هنشوفها دلوقتي لتكنيك الحقن، هو حقنه انسولين. ويمكن مرضى السكر كلهم لانهم مرضى في الاغلب بيعانوا فتره من فترات من وجود ضعف جنسي زي ما حضرتك ذكرت في مقدمه الحلقه، عارفين انه حقنه الانسولين دي حقنه بسيطه جدا، سن ما هوش كبير خالص، الصور يمكن معانا اهي، بتحقن مباشره. انا دايما بقول للمريض مش محتاج انك تكون بتعرف تدي حقن، مش محتاج انك تخش في وريد معين او شريان معين او ده في جسم القضيب مباشره، حاجه بتتعلمها في دقيقه وفي منتهى السهوله وفي منتهى اليسر وما فيش منها اي خطوره. فكتكنيك حقن ما فيش فيه مشكله، بياخد دقيقه وبنعلم المريض والامر بعد كده في منتهى السهوله. يمكن في الاول بيكون مستغرب شويه، الفكرة نفسها بتبقى غريبة شوية، لكن بعد شوية الأمور بتمشي عادي وبيبقى حاجة بيعملها بشكل دوري من غير أي مشاكل. متى نلجأ له؟ السؤال ده برضو في غاية الأهمية. متى نلجأ له؟ لو وصلنا لمرحلة زي ما اتفقنا من شوية أن التشخيص هو الأهم، والتشخيص ممكن يورينا أن احنا وصلنا لمرحلة الاستجابة على العلاجات الدوائية بقت ضعيفة. أول ما هنصل لهذه النقطة هنبقى قدام حل من اتنين، يا اللجوء للحقن الموضعي وأنا بعتبره الخطوة التانية، أو اللجوء للتدخل الجراحي. ليه ممكن اسكيب او اوقع خطوه الحقن؟ في بعض المرضى بيجوا يقولوا بص يا دكتور يعني هو جايب معايا نتيجه وكويس جدا، بس انا الفكره مش مستساغه بالنسبه لي. فده خلاص بقوله يبقى هنتجه ناحيه الحقن الموضعي، ناحيه للاسف الزرع الدعامات. لكن امتى الجا للحقن؟ بمجرد ما اصل لمرحله او استنتاج نتيجه التشخيص اللي احنا عملناه المعتمد على وسائل كتير ذكرناها قبل كده انه العلاج الدوائي فقد فعاليته مع هذا المريض، فيجب الانتقال للخطوه التاليه اللي هي الحقن الموضعي. لو عندي 10 حالات دخلوا بيعانوا من ضعف جنسي، هل العشرة يصلح لهم حق؟ حسب درجة الضعف اللي موجودة عندهم. هو الحقن عشان دي نقطة مهمة وسيء فهمها شوية، هل الحقن هيجيب نتيجة مع كل الناس؟ لا، ما حدش قال كده. احنا زي ما اتفقنا الضعف درجات، في بعض الدرجات هتستجيب وبعضها لا. لكن في بعض المرضى بيقولنا حاليا في عياداتنا يقول لي بص يا دكتور انا باخد الحباية وجايبة معايا نتيجة هايلة جدا، بس للاسف مش قادر اتعامل مع الاثار الجانبيه بتاعتها، الصداع، الزغلله، احمرار العين، كل الكلام ده بيفقدني المتعه. ممكن اخش على الحقن؟ اه طبعا ممكن، لانه الحقن لو قارناه بالادويه العاديه احنا عندنا ثلاث مميزات كبرى بالمقارنه بالادويه العاديه. واحد هو ملوش اي اثار جانبيه، وده لانه بيحقن مباشره داخل الدوره الدمويه الخاصه بالقضيب، ملوش دعوه بالدوره الدمويه العامه للجسم، ما فيش صداع، ما فيش زغلله، ما فيش احمرار، كل الكلام ده مش موجود، ما فيش تعارض مع ادويه ثانيه. ودي النقطة التانية المهمة جدا. زي ما اتفقنا قبل كده انه اغلب مرضى الضعف الجنسي هو اما مريض سكر يا مريض قلب يا مريض ضغط، وبالتالي بياخد بعض الادوية اللي قد تتعارض مع الادوية المنشطة العادية. الحقن ما فيهوش المشكلة دي، الحقن ده ملوش اي تعارض لانه ما بيخشش الدورة الدموية العامة للجسم، هو كله داخل الدورة الدموية الخاصة بالقضيب. النقطة التالتة والاهم هو الفعالية والسرعة. معروف انه اي حد بياخد منشط جنسي مفروض بياخده قبل العلاقة الزوجية من ساعة لأكتر، ولازم على معدة فاضية ولازم ولازم ولازم. الحقن الموضعي ما فيهوش التحضيرات دي، بمعنى مش مفروض يكون هو على معدة فاضية مش قبلها بساعة، قبل الجماع بعشر دقائق ربع ساعة بيتم الحقن ويتم الاستجابة. طيب المادة الفعالة في الثلاث أدوية المشهورة للسيلندلافيل هو فوسفودايستريز انهيبيتور، هو بيشتغل على انه بيقلل تكسير النيتريك اسيد اللي موجود وبالتالي بيخلي الاوعيه الدمويه تتسع. بالظبط كده. ايه الميكانيزم بتاع الحقن؟ كل مواد الحقن اللي احنا بنتكلم عن المواد الحديثه اللي احنا بنشتغل بيها دلوقتي هي كلها فازودايليترز، كلها ادويه موسعات شرايين. ويمكن في نقطه مهمه جدا ان هم نفس هذه المواد بتستخدم في الرعايات للمرضى اللي عندهم قصور في الشريان الرئوي، قصور في عضله القلب، بتحقن ليهم في الرعايات طبعا اي في يعني. لكن هي نفس الفكر، دول فازودايليترز بيوسعوا الشرايين، فبناخدها بتعديلات طبعا موديفيكيشنز وتركيبات وبنحقنها في القضيب لتوسيع الشرايين لزياده ضخ الدم للحصول على نسب قوي. طيب هل في موانع تخليني ما اخدش ما احطش الحقن كاسلوب علاج يكتبه المرضى؟ طبعا. الموانع دي في جزء خاص بينها من المريض وفي جزء خاص بالناحيه الطبيه. بالمريض ان هو مش حابب الفكره
ولو ان كلهم لما بنقول لهم طب جرب كده وشوف بيرجعوا يقولوا لا فعلا مفيش مشكلة وممكن نبدأ فيها. لكن في حاجات تانية، انه مثلا ان المريض ده يكون بيعاني من تليف، في مرض حضرتك طبعا تعرفه اسمه مرض بيروني. مرض بيروني ده اشهر الناس اللي بتصاب بيه مرضى السكر والمرضى اللي عندهم نقص في مستوى هرمون الذكورة. لو المريض ده عنده تليف انا مش هقترح عليه الحقن، مش لان الحقن بيعمل تليف، ولكن لانه هو هيبقى عنده استعداد لفايبروتيك بروسس، انه يحصل له تغيرات في نسيج القضيب. فبالتالي بالعكس انا لازم الحقه بتدخل جراحي لو كان فقد الفعاليه بتاعه الادويه المنشطه معاه، عشان قبل ما يحصل شورتنينج او قصر في حجم القضيب الحق على طول اعمل له زرع دعامه اخد فيها المقاس الاصلي للقضيب. في نقطه انا برضو كنت حابب اتكلم فيها، ودي نقطه عشان كده قلنا من شويه انه اتظلم. في بعض الاطباء للاسف بيقولوا انه الحقن ده مش موجود، يعني ده مش اوبشن مطروح. للاسف انا بشوف ان دي مشكله كبيره. احنا عندنا في الكليه بندرسه للطلبه، ده تريتمنت اوبشن، ده لازم يتم اقتراحه على المريض. انا ممكن كطبيب اكون بفضل نوعيه معينه من التدخلات، لكن ده مش معناه اني انكر اخرى. انا ممكن اقول ان انا رايي ان ده افضل، لكن ده ما ينفعش اني اخليني انكر حاجه تانية. فهو وسيله معتمده لغايه وقتنا هذا بندرسها للطلبه عندنا في الكليه، وبالتالي هو مفيش اي غبار عليه. ما احنا اتكلمنا في حلقه قبل كده على الدعامات. بالظبط، يعني احنا هذا جزء من العلاج، مش كل العلاج. خلي بالك كلنا احنا بنتكلم في سيريس، بنتكلم في السلسله، فما تاخدش يقول لك ايه ده علاج الضعف الجنسي بالناس دي بتقول بس الحق. لا، ده اوبشن علاج، ده واحد من اساليب العلاج المختلفه. في انواع طبعا في انواع، لانه مش مادة واحدة ولا جرعة واحدة هتجيب نتيجة مع كل المرضى. بتختلف حسب سن المريض، بتختلف حسب هل عنده كوموربيديتي، عنده سكر، عنده ضغط، درجته في التظبيط الحاجات دي كانت ايه. فبالتالي لا طبعا مواد كتيرة، جرعات مختلفة تحدد بناء على التشخيص. عشان كده أهم خطوة هي التشخيص. أنا اللي هعرف بيه درجة الضعف ايه، فأقدر أقول للمريض حضرتك هتستفيد من الموضوع ده، من المادة دي بالجرعة دي، أو محتاجين نعمل جريدنج للدوز، يعني ممكن نبدأ بجرعة صغيرة ونزودها بعد كده تدريجيا. كله هيكون بناء على درجة الضعف اللي موجودة. فبالتالي طبعا في أنواع كتيرة وجرعات مختلفة. أسعدني الحوار العلمي معك جدا النهاردة، جدا حطيت نقاط واضحة جدا، حطيت سيباريشن واضح جدا كالعادة، ورسمنا خريطة مهمة جدا لجزء تاني مهم من علاجات الضعف الجنسي. يبقى ان ده جزء من سلسلة العلاج بتاع الضعف الجنسي، لانه عايزين تجمعوا الاساليب العلاجية كلها لازم تتفرجوا على السلسلة كلها، لازم تتكلموا شوفوا الحلقات مجمعة، عشان ما تقولش ان بس احنا اتكلمنا النهاردة على الحقن الموضعي. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد عدل، مدرس امراض الذكوره والعقم بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي، وزميل الجمعيه الاوروبيه للصحه الجنسيه. نورتني في الناس الحلوه. اشكرك دكتور، اسعدتني بهذا الحوار. خليكم دايما بعيد عن كل الاوهام، وخليكم دايما معانا مع الناس الحلوه. الانسان جسمه هش على فكره، وليس بالقوه اللي انتم متخيلينها. مخ والاعصاب والعمود الفقري